أنا ببارك لشركة أو مؤسسة آسيا إن بمشاريعها الطموحة القادمة، وبتمنى إنها تبقى عالمية، بمعنى إنها تجمع كل اللغات وكل الألوان وكل الثقافات في كادر مليء بالمحبة وقريب قوي من الناس، ويكون دايما عندها مشروعات طموحة قريبة قوي من أفكار الناس البسيطة في عالم بيتغير كل لحظة وكل ثانية من شيء إلى شيء آخر. فهي تبقى دايما متطورة ومتغيرة، وبتعرف تقرأ أفكار الناس والناس كمان بتتواصل معها. المشاريع العظيمة دايما بتبدأ بحلم عظيم، وبعدين بتنفيذ بسيط، وبعدين بتنطلق وبتتنافس وبتوصل للعالمية. وأنا أتمنى إن أنا أشوف آسيا إن في خلال فترة قصيرة جدا يراها كل الناس ويتابعها أبناء كل الثقافات، ونبقى فخورين بيها وبنشاطها. وبالتوفيق إن شاء الله.